اتفضل عرف نفسك. اتفضل. نعم، نبيل، حركه المصري الحر. النهارده الجمعه، انا شايف كده العصائر نازله، ايه الموضوع النهارده؟ احنا النهارده في الجمعه الثانيه من رمضان بنحتفل مع شعبنا بافطار في ميدان التحرير. ميدان التحرير ده رمز حريتنا في التعبير عن ارائنا بشكل سلمي وبشكل حضاري، ومش هنسمح انه يمنع قدرتنا ولا قدره الشعب المصري بكل طوائفه عن التعبير عن رايها. فاحنا متواجدين النهارده في الميدان للتاكيد على ذلك، بنفطر مع شعبنا وبنحتفل بيه، وهنمشي بعد الفطار او اذا كان في احتفال مسائي ما بعد الاحتفال. طب ايه رايك في الاعداد الموجوده حاليا؟ والله الاعداد تتزايد، لسه مش ضخمه، وبرضو التواجد الامني الكثيف المحيط بالصينيه مخوف الناس ومحسسها هل ده هيكون فيه صدام ولا لا. وطبعا احنا مدركين انه مش كل جماهير شعبنا اللي بتنزل للتعبير عن رايها او المشاركه بتبقى مستعده للصدام. يمكن احنا كحركات سياسيه دائما جاهزين انه نضرب، باعتبار هو ده اسلوبنا في الصدام، ان احنا نضرب ما بنعملش حاجه تانية يعني. بس ان شاء الله لا، مش هيبقى فيه مشاكل. انا اعتقادي انه اليوم هيعدي سليم، هنؤكد على حقوقنا في التعبير عن راينا وعلى رمزيه ميدان التحرير كميدان للثوره. اول جمعه بعد فضل الاعتصام. ده اول جمعه بعد فضل الاعتصام وبعد الاحداث المؤسفه الحقيقه اللي حصلت ما بعد فضل الاعتصام، من منع ناس من الافطار، من ضرب، من اعتقال. وده مكسب مبدئي في هذه الثوره، وهي الحريه، اي الحريه عن التعبير عن الراي، مش هنتخلى عنه. شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا.